هل أرين وأن ربينا فانتان قفكو هدو النقضة تشاكوس أو بحي حكت الدولة ديس أو قرب سياع عدو بيس نبي الله محمد ورطوار انتو اللو وحيون ماي لكن إلهي ونوليا سبحانه وتعالى قفو البوخ يا نصا ميانا أصدقى سوق الحناي وين تاوك سوناتين هداد عدو قاقا حك سيسيد وأد خيانة الدولة دي أتكتر سنايد وأد اسكود دي دينا تكوري ماتي وأد كقيب قادة تبربورين تيدي الدولة دي يدل كاقا وحادوك سوناتا مال مالمها كمي داين أدهوري من دون تشرعي هدي أد بدبادد ولغوسي تاليريو كوي حك تأد سيني سلفتو داك شيك دون أياجي باللقبان والله ورايسن خوري بيقول عظيم خاتبات كاهدة هنا إلى هان هبل بان نجلس في يارين تاس وشرع قال له غور كيان شرع يقول ودوك تينين وسقرين وسرجال يو أسكري يو أيضا مدن ينو سقري والغو قادي دون وحي أض مضن تهاي ما دام وأض سمي سخي أنا قرا مركو وين أدلك إن شعلاتان وأض كقب قادتان هربرين تيسا أو إن كم يدنا قانين بربورين تيسا يد برشر كيسا دلكا سيدو كله وحن وحي رين كحسوسين يا إن دلك الله تعالى هذا نبي جن عليه الصلاة والسلام بك صنات أصحابي قال يراه هذا عبد الله بن عمر أيا وحي اللي جورنا يا إنه النبي صلى الله وسلامه عليه والله إني أعلم أنك خير أرض الله وأحبها إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت رواية شرتك له لكن رواية واحد لهذا النبي صلى الله وسلامه عليه وحده مكة وان أجهي مركي يقالوا كسارين مقالة مكة أيو قدر سوفيري مركان سوحده مكة وان أجهي ناتها أرض إلهي مد الوجود عليه أو هو نفسه إلهي بان كل أرتاي كامو بحين وكامو تجين هذا يسون قالوا إذا كسارين وحموتنا يا مركي إنه تعلي هيدا الكيسة أو كتر هلو وهذا لقى كحين لهين وسنجس نوقع بحين مركا ذلك هاجو أتعلاته من الدين بيكمته إن هذا سجهر مرستيد وقريب كم يدع المها هذا لان دونه أيه هذا هذا ما أنت قربتك هذا ذلك لما مالجلس هذه أدم ذلك الكوفانيس واحد أكسوناتا ما شاء الله مهوران كا إنه يهاي ذلك ما شاء الله ربي أمني إلا السجى إنه يهاي ذلك ما شاء الله ربي عدو وإن لقى لدى قالمه أو ذلك عالم كأول ترتم إنه يهاي ذلك ما شاء الله ربي إن لقى الشقى يحس اللوني ديس يسيدي أولاس أولا ترتم لها ذلك عالم كا إنه يهاي متك أنه وأن لنا أو ذلك لا أسمح بأنه قبني sidoo kale waxaan u gali doonaa shaqada aan u qabanayna dalkeenna waxa uu sunaataan inay tahay cibaado oo in dalka loo shaqeeyo cibaado iyo jihad fi sabilillah inay tahay marka cibaado inay tahay baan idin xusuusinaya nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugnaday حديث وينقول لي هاي على أنبئكم بليلة أفضل بليلة القدر ما إذن كور همابي لهمين كون أكسن همين كالي راهض ليلة القدر ليلة القدر نواتق أنان وليلة القدر خير من ألف شهر وكيلين همين كليلة القدر يقول مكفل لبداية هاي كون بلا واسدية يدور السنة أدو قاري عمل فلك الله إيمان له يهمين كهداد وفقديد أذهل يساوي إله نقول همين كاس همين كسي فضي بضن ميدن برابي مركاسي أصحابتو حيدين ها وحيد حارس حرس في أرض خوف لعله لا يرجع إلى أهلي وحاويان وقف وارديا وصوتي دي ومقرن إيسا إلى لنا ضد مسلمين دي قوضة يمال قوضة لقنا يا وقف كاسو وارديا ضد كمال قوضة يدي قوضة ينفطوضة إلى لنا إنه صنوصه نقول غير كيسة صبح يا هدو كبر وهذا ركتين وقفكوا هول قال هدو هذا لبا مدوى
نو وضد النو بنان إما النجاح ومعنا هنا نقول السنة يو إما مقرنا يسا الشهادة وإن لقيريو ذا مركا إنو سصور نقوم با يالغا يابا همين كاسا كفض لبضان قفكا أساقا أو سوچيد سيدو كلا شقابو إنا يتحاي عبادو هدي أدو سوچيدان oo si daacad ah ugu shaqeeyaan oo qalbigiina iyo niyadiina ay idin ka ahaato inaad lillaahi yadalkiina inaad kala dagaalantaan cadawga ka shaqeeyaan horumarkiisa wax walbo oo lidi ku ah amnigiisa guud iyo horumarkiisana aad gacan ku dhigtaan in la idin ka siin doono ajr iyo xasanad waa inaad ogsoonaataan nabigeena sidoo kale salawaatullaahi wasalaamu alayhi wuxuu yiri caynaani laa tumasuhum naar laba indhood labaduba ma taabtaan naar midda koobaad waa caynun bakat min khashyati illah waa cayn waa il uoysay ilaahay cabsidiisa daraaddeed midda labaadna waa caynun baatat taxrusu fii sabiili illah waa il habeenkii bariday oo soo jeeday oo waagu u baryay iyadoo ilaalinaysa ilaahay jidkiisa annagu kuma soconno miyaa ilaahay jidkiisa fii sabiilillaahi marka la yiraahdo qaybo ka mid ah dadka diintu ay sida khaldan u gashay yaa waxay u fasireen waagii ay joogeen asxaabta iyo nebigu fii sabiilillaahi inay jirtay fii sabiilillaahi waxay ka dhalanaysaa idiin sheegaya maal iyo naf dad muslimiina ay leeyihiin in la difaaco yay fii sabiilillaahi ka dhalanaysaa waa inaad taa ogsoonaataan dadka annagu aan u shaqaynayno soo dad muslimiina maaha boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ama boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol maadaama dadka aan u shaqaynayna ay yihiin dad muslimiina ee aan u soo jeedna amnigooda inaan ilaalino naftooda aan ka ilaalino cadowga maalkoodana aan ka difaacno miyaysan fii sabiilillaahi jihaad ahayn ishaasu il ka fadli badan inaysan jirin hameenka u dhafartay soo jeedka asaga waa inaad ogsoonaataan hadalkaanoo dheereeyay waxaan ku soo gabagabaynayaa waa inaan ka wada shaqaynaa danta guud ee dalkan uu leeyahay waa inaad ka dheeraataan waxyaalaha dalkeenna dibdhaca ku sameeyey ay kow ka tahay qabyaaladda kala qoqobka kala fogaanshaha waa in aan u midownaa oo aan aaminnaa fakarka ah wada lahaanshaha